أخبار كتير هتحصل النهارده. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيعقد اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعلمين الجديدة بيعقوبه مؤتمر صحفي. النهارده هيقام في تمام الساعة 8:30 مؤتمر صحفي للكشف عن منافسات بطولة القضية اللي هتقام بمدينة العلمين للمرة الأولى، وبتستعد بطولة قضية للفنون القتالية المختلطة بإعداد النسخة الخامسة في مهرجان العلمين اللي بتضم 24 مقاتل من 8 جنسيات مختلفة، هي مصر، البرازيل، روسيا، الجزائر، المغرب، نيجيريا، توجو والسودان، وده ضمن الفعاليات الرياضية المقامة في مهرجان العلمين الجديدة 2024. كمان النهارده جمهور مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية على موعد مع الضحك بعرض المسرحية الكوميدية البنك سرقوه للفنان أشرف عبد الباقي، واللي بتدور أحداثها حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن علشان يخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك. بتعرض المسرحية لمدة 3 ليالي، الخميس 22 والجمعة 23 والسبت 24 أغسطس. المسرحية بتعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية. أيضاً النهاردة هيبدأ العرض المسرحي كازينو في التاسعة على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام. العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، وبيقدم العرض يومياً ما عدا يوم الثلاث من كل أسبوع، وبتدور أحداثه داخل كازينو بيجتمع فيه مجموعة من الأصدقاء، وبتتوالى بعد ذلك الأحداث والمفاجآت.